السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، بالنسبة للهامستر السوري، بتعرفوا بيجيني أسئلة كثيرة عن القوارض، عن الحياة، لكن في شغلات صعب نعرفها إلا لما تولد عنا ونعرف شو وضعها. مثلا الهامستر هذا السوري الحجم الكبير، كديش بتولد؟ كم عدد اللي بتولدهم؟ طبعا هاي ولدت عنا، كيف بصور لكم اياها منيح بس بدنا نبعدها. شوف قديش نعدهم ونشوف كم من واحد بتولد. تعالي 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 شطورة، تعالي يا حملتهم ردتهم. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. خليها خليها ترجع. سبعة ثمانية تسعة عشرة، في كمان واحد ضمنها 11، سبعة اثنين أربعة ستة، اثنين أربعة ستة سبعة، وعندها قديش تلات؟ تعالي ايوه هاي بعدها، تشوف قديش عندها، قديش؟ أربعة 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 وسبعة 11. بس تأكد، شوف كيف. طبعا هاي ولدت جابت 11، احنا زحناهم هين عشان نعرف نعدهم، لكن هي شاطرة، كيف تمسكهم مثل القطط، تحملهم في تمها طريقة ما تضرهمش رغم انه اسنانها مضياد، وبترجعهم. شوف كيف هيك بصير تمسكهم واحد واحد. تجي هيك بتاخذ واحد، طلع كيف بتمسكه في طريقه بتمها وبترجع. هيك بتجي بتحمل، طلع وهي طلع كيف بتحمل. احداش جايبه تقريبا. هكي بتجي بتحمل، طلع طريقة ما ينضرش مع انها اسنانها مضيقة. طلع كيف كيف بترجع. ضايل الواحد كيف تيجي بتاخذه. ايوه هي حملته، بتروح بتكونهم. يعني تقدر تقول بتولد من 7 ل 6 ل 11، هاي جابت 11. طبعا هذا بتربى عادي مش مشكلة، في ناس بربوه في البيت، يعني ما فيش أي مشكلة بتربيته.